ولما جات له جلطه انا نزلت مكانه الشغل. وبعد كده هو عملت له عمليتين كده وربنا الحمد لله افتكروا وبرحمته، مات في رمضان من حوالي 6 سنين وانا مسكت المحل بداله، مسكته وهو عايش بس ما كنتش مسؤوله عنه عشان هو كان موجود. لما مات انا بقيت مسؤوله عنه. يعني اول ما نزلت ما كنتش عارفه اعمل اي حاجه، الصنايعيه كانوا هم كل حاجه وانا واقفه ولا اي حاجه خالص، لغايه ما شويه شويه ابتديت ادخل معاهم واتعلم اعمل كل حاجه في المحل. يعني جبت المحل من ورا زي ما بيقولوا، من تحت يعني، بقيت امسح واكنس واغسل العده في قلب المحل، لغايه ما اتعلمت بقى ابتديت واحده 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 لغايه ما بقيت اعمل فول واعمل طعميه واعمل بتنجان وجهز كل حاجة، ولو بقف بدل أي صنايعي في أي مكان. الحمد لله ده بفضل ربنا. أنا عندي ولد عنده 12 سنة في أولى إعدادي، وعندي بنوتة السنة دي إن شاء الله بإذن الله في بكالوريوس تجارة. بدعي ربنا ربنا يكرمني فيهم وأشوفهم حاجة حلوة. أشوف بنتي إن شاء الله بإذن الله، أملي في ربنا معيدة في جامعة القاهرة بإذن الله، لأن هي ما شاء الله عليها كل سنة امتياز. وبتمنى ان اواصل مع ابني بقى ان شاء الله، وربنا يبارك في عمره ويديني العمر كده لغايه ما اوصله لبر الامان ويدخل برده جامعه حلوه، واشوفها ايه زوج، اشوف لها زوج صالح ان شاء الله، وحياه حلوه باذن الله كريمه باذن الله. اول ما نزلت المحل هنا الناس كانت بتبص بصت استغراب، لان كنت اول ست تقف في محل فول وطعميه، تقف تبيع فول وطعميه، وكنت بقف من الصبح، وكنت بقف عشان كنت كمان بقف ورا وبقف قدام الناس، كانت مستغربه ازاي انا واقفه ورا وصاحبه محل. انا كنت واقفه ورا عشان اتعلم، عشان اعرف امسك ايه، امسك زمام محلي بدل ما كان ضايع مني والصنايعيه كانوا واكلينه، وعلى بال ما سابوني الصنايعيه الاولانيين اللي كانوا موجودين ساعه جوزي كنت اتدينت بفلوس كتير عشان مش فاهمه اي حاجه. غير دلوقتي طبعا اتعلمت كل حاجه وعرفت كل حاجه. في ناس بقى كانت بتبص يعني نظره حب، في ناس بتبص نظره اعجاب، وفي ناس كانت بتيجي تشجعني، شباب كده حلوه كانوا بييجوا يبصوا لي بص نظره اعجاب وبييجوا يشجعوني ان هم يشتروا مني، واللي يقول لي يا ماما، اللي يقول لي يا خالتي وانت منوره، وبيكلموني كلام حلو بصراحه. حتى لما كنت اجي اتعب ولا حاجه كانوا برده نفس الناس دي تقف جنبي تقول لي يعني ان شاء الله باذن الله ربنا هيقويكي وهيكون جنبك وهتكبري اولادك وهتسعدي بيهم ان شاء الله باذن الله. ففي ناس كويسه كتير وفي صور مشرفه كتير. انا يومي بقى بيبتدي الساعه 4:30، بصحى الساعه 4:30 بقوم اتوضى واصلي الفجر وباجي على المحل، بكون في المحل حوالي الساعه 5. ده بقى يومي بدايته، ابتدي اشتغل بقى مع الصنايعيه من اول يوم، نحضر كل حاجه ان كان فول ان كان طعميه ان كان شيبسي بتنجل مسقعه كل حاجه، وابتدي بقى اقف على الفرش معاهم. ان صنايعي ما جاش اقف بداله وراه، ان جه اقف بداله قدامه. يعني يومي بيخلص على 2:30 3 ده يومي في الفول والطعميه. بكمل يومي بقى في البيت مع اولادي، اكل وشرب وطبيخ برده كل حاجه، يعني الحمد لله لا بقصر في المحل ولا بقصر في البيت. بدعي ربنا يديني الصحه ويديني العمر لغايه ما اقدر رسالتي، ودي امنيتي من ربنا، وده اللي انا بتمناه من ربنا، ان انا اربي ابني وبنتي بالحلال واشوفهم في مكانه حلوه جدا.